هذه الفعالية باسم عائلة الشهيد فهد شحادة وباسم كل فصائل ومؤسسات العمل في هذا المخيم. المخيم عظيم بأبنائه، بأبناء الواقفين الراسخين الصامدين اللي احنا دائما بنعول عليهم، بنقول إذا المخيم أبنائه عزيمتهم هيك فاحنا بخير وراح نظل بخير. ويا عدي من هذا المكان من عرين الشهداء انقل تحيات ابناء المخيم شبابه وشيبه والختياريه اللي فيه، انقل تحياتهم عبر هاي الكوارات اللي بتبث وبتصور ان احنا معكم، قلوبنا وارواحنا معكم، واذا استدعت الحاجه لخطوه اكبر من هيك احنا جاهزين. اختنا ام الشهيد فادي شحادة وجدة الأسير عدي شحادة وأختنا أم عدي وأخونا أبو عدي وإخواننا وأخواتنا ذوي الشهداء وذوي الأسرى، إخوتنا ورفاقنا المناضلين والمجاهدين من أبناء هذا المخيم، نحييكم من هذا العرين الذي نصب رغم خطر انتشار الوباء والفيروس. تناديتم وتداعيتم صدى لأمعاء الأسير الذي يقود المرحلة بالأمعاء الخاوية ويأبى أن يستكين لقرارات الإداري. أيها الإخوة والأخوات، اعذروني، لقد كنت أسيرا إداريا مرارا وتكرارا، وقد أضربت مرة عن الطعام، فيا أم الأسير ويا جدة الأسير، رب العالمين ينزل عزيمة على المضربين عن الطعام، ليس جوعا ولا عطشا، وإنما هو فعل عظيم أن يمسك الإنسان عن ضرورات الحياة الطعام من أجل أن يرفع صوته، ومن أجل أن يوصل قضيته، ومن أجل أن يدافع عن نفسه. نعم أيها الإخوة والأخوات، الأسير قوي بفعله وفعالياته ومنتصر بإذن الله سبحانه وتعالى، فالإضراب عن الطعام مشروع من أجل أن نصل إلى هدف وهو الحرية، ليس لفادي وحده وليس لعدي وحده وليس للأسرى في فلسطين وحدهم، وإنما هم عنوان لهذه القضية ولهذا الشعب. فنحن قضيتنا كبرى لأنها قضية المقدسات، قضية المسجد الأقصى، قضية تراب فلسطين الغالي على الله سبحانه وتعالى، ما يكون عليه أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى، والحرية قريبة. رسالتنا للقريب وللبعيد أن عدي هو ابن فلسطين. عدي لست وحدك في الميدان، جميع هؤلاء المتواجدين ومن يتواجد ومن سيتواجد كلهم يبرقون لك التحية والسلام، ونحن معك ولن نتخلى عن أسراره، سواء كان عدي شحادة أو فادي غنيمات، نحن معكم في الميدان ولن نتخلى عنكم. هذه لسعا نقطة البداية، وبالتالي إن صعدتم أيها الاحتلال، إن استمر عدي في إضرابه سترون الجواب، سترون الجواب من الصغير، من الصغير قبل الكبير، سترون الجواب من العجوز، من جدة الأسير قبل الشاب. الرد سيكون كما عبرت عنه الفصائل قبل قليل حسب آلية الوضع، وهي هذه الباكورة والبداية. من هنا انطلقنا، من هنا انطلقنا لفعالية للإخوة المضربين فادي غنيمات وعدي شحادة. هنا تبدأ الدهيشة كلمتها باسم فلسطين، باسم الضفة الغربية كلها، لن نتخلى عن أسرانا المضربين، وهذه البداية. وسترون في الأيام القادمة عدة فعاليات لن يتوقعها أحد بزخمها رغم الجائحة، إلا أننا مستمرون ومع أسرانا المضربون.